استكمل بقالة يا دكتور. بقالة الله يرضى عليك. الآن إرشادات مهمة جدا وأنا بصمم استبياني. أول شيء بدك تعرف كيف تصيغ الألفاظ وتصيغ الأسئلة بألفاظ كويسة، وبعدين بدك تعرف إنه بلزمك كيف نصنف المتغيرات ونرمزها في اللي هو التحليل الإحصائي، ثم بدنا نعرف الشكل العام اللي بهمنا الاستبيان الاستبانات. أولاً إذا تكلمنا على مبادئ صياغة الألفاظ، أول إشي كيف بدي أصيغ استبيان؟ أولاً بدي يكون محتويات وأهداف الأسئلة، تمام؟ أول حاجة تراعيها محتويات وأهداف الأسئلة. المتغير اللي أنت حتقيسه، بدك تقيس الرضا مثلاً، بدك تقيس المشاركة، هذه أسئلة ما رضاك عن مثلاً المحاضر محمود الشنطي، هذه أسئلة بتحس يعني فيها توجهات شخصية، صح ولا لا؟ لكن لما أسأل سؤال ما هو عمرك، هتقول لي عمري 40 47 30 حسب أعماركم، هذا سؤال موضوعي ما فيش فيه ولا سنتي يعني برسبشن أو انطباعات أو حكم شخصي، موضوع السؤال، صح ولا شباب؟ إذا أنت بتعرف في الأول إنك أنت بدك تحط أسئلة شخصية بتقيس انطباعات، والله بدك تحط أسئلة موضوعية، والله بدك التنين. أنا في رأيي الاستبيان أحياناً بيلزموا التنين، يعني بدك تحط أسئلة عن العمر، عن المسمى الوظيفي، عن سنوات خبرتك، عن مثلا جنسك، عن حالتك الاجتماعية، هذه ما فيش فيها أي انطباعات، هذا سؤال بعبر سؤال موضوعي جوابه محدد. لكن لما بدي أسأل عن ما مدى مثلا رضاك عن مديرك، ما مثلا اللي هو مستوى مشاركتك في اتخاذ القرار في مؤسستك، هذه تتفاوت من بين اللي هو انطباعات 4 5 3 2 بسموها أسئلة شخصية. فبدك تعرف انت اصلا الهدف تاع السؤال اللي حتحطه في الاستبيان، شو هدف السؤال؟ اصل كل سؤال ايش كان بقول لك؟ كتب الكلام مش كويس، كل واحد بده ينطق كلمه بده يعرف ايش اللي ورا الكلمه، زي السيف الكلمه، زي انطلعت الكلمه زي الطلق ترجعش، وهذا زي هيك بدك تعرف ايش هدف سؤالك. فان كان السؤال عن موضوعات زي المشاركة والرضا ومدى ممارسة ذات المعرفة ومدى مثلاً أسلوب مديرك في الإشراف أو في القيادة عندك، هذا كله بقيس اعتقادات وتوجهات وانطباعات بقيسها عند المستجيبين. لكن لو كان أنت مثلاً بتسأل عن أسئلة موضوعية في مثل عمرك سنك كذا، بتلاقي دائماً أسئلة محدودة، تمام؟ يعني بالملخص بدك تعرف إيش السؤال نوع اللي بتوجهه، وبدك تعرف انه مش مطلوب منك توجه اسئله عبثيه من غير هدف. كل سؤال بتساله لازم يكون له هدف عندك وله معنى لك، مش بس ثرثره. احنا قلنا توه انه الناس ما تتوقعش الناس تجاوب معك الاستبيان على طول، بدك تحفزها. فلما انت تحط اسئله ما لهاش معنى بقول لك ليش تطلع هالسؤال، بالله طلع ايش بقول. لا لازم يكون يخدم الدراسه. برافو عليك. اذا هذا أول حاجة لازم يكون سؤال له هدف. اثنين، بدك تراعي ألفاظ الاستبيان. يعني لو أنا بدي أسأل أقولك السؤال مثلا، أقول لك زي ما أقول لك مثلا تستخدم المؤسسة مثلا اللي هو السحابة الإلكترونية في إنجاز أعمالها، هاي نقطة واحدة يقول لك يا عم المستجيب يعني اللي بتجيب الاستبيان والله ما أقولش السحابة الإلكترونية اللي فوق في السماء مثلا هي الأبيض نزل المطر. انت بدك تراعي انه الناس اللي عندك مش كلهم معهم زيك ولا دكتوراه ولا بكالوريوس، ممكن تلاقي او متخصص في التكنولوجيا زي احمد وزي النجار زي هدول، ممكن يقول زلمه هذا تاريخ جغرافيا ما بعرفش ايش المفهوم هذا ما سمعوش. بدك تعقيد اللغه المستخدمه، بدك تقول له في الالفاظ الاستبيان لا تستخدم الفاظ اللي هو صعب على المستجيب انه يفهمها او من غير تخصص، حاول تبسط اللفظ اللي يفهمه الجميع. يعني في الاداره قلنا قبل هيك في حاجه اسمها الري انجينيرنج، والري اعاده، بمعنى ري اعاده، اعاده الهندسه الاداريه. والانجينيرنج جاء الهندسه، راحوا العلماء قالوا بنسميها الهندره،
مختصر. لم يكتب انه يتم استخدام الهندرة او قامت الوزارة مثلا السؤال بعدة مثلا عمليات للهندرة. طيب هو المستجيب مثلا فاهم ايش هندرة؟ فانت هيك كأنك بتقول له يا يجاوب اي كلام يا يسيبه فاضي. بدك تراعي في استبانك انك انت مش ماجستير ادارة فالكل فاهم، او اي ماجستير بتعمله انت صح باحث ماجستير وما شاء الله عليك ودارس مواد بشرية ودارس تمويل ودارس مناهج والى اخره من المواد الاستراتيجية، لكن ما تعرفش مثلا انه الناس بيفهموا زيك، فبسط السؤال بحيث يفهموا الناس، ولا تستخدم الفاظ معقدة عليهم لا يفهمها الا مختص. كذلك مثلا بتسأل في الإدارة الاستراتيجية وتروح تقول له مثلا اللي هو الماركتينج سيجمنت تجزئة السوق، مش هيفهم الرجل اللي في الشارع ايش معنى تجزئة السوق. بدك تقول له يعني المؤسسة مثلا تعمل على مثلا بيع مثلا أواعي للأطفال وملابس للرجال وملابس للإناث. أنت فاهم علي كيف؟ بدك تبسط له من غير تعقيد في إيه. ليش؟ لأنه إذا أنت حطيت مفاهيم على مستواك أنت بتفكر الناس زيك فما يروح اللي قبالك قليل اللي حيفهموا الكلام، والباقي حيقول لك سيبه فاضي السؤال، أو حيقول لك يا عمي جاوب أي كلام. ولو جاوبك أي كلام أنت مش هتاخد صورة حقيقية عن موضوع بحثك وعن مشكلتك، لأنه بيجاوب أي كلام على الغميض. أنت فهم علي كيف؟ على الغميض. فلازم تراعي يا شباب يا باحثين أنه مبدأ مهم أن تكون الألفاظ مفهومة لمعظم الناس، لمعظم الناس. يعني كارنين دغري جيت اللي بعمل فيها. نعم. طيب. في ناس كمان بدك تراعي من أشياء اللي بدك تراعيها. في ناس بتستخدم أسئلة مفتوحة، وفي ناس بتستخدم الأسئلة المغلقة. الجيت زي ايش مثلا السؤال المفتوح؟ انا اقول لك مثلا اللي هو مثلا اذكر الصعوبات التي تواجهها اثناء تعلمك الماجستير، سؤال مفتوح. ها لو سألنا السؤال الان اذكر صعوبات دراسة الماجستير بالنسبة لكم، انا بدي ابحث هذا الموضوع فيه، واحد بصير يجاوب مفتوح. واحد هو بقول لك أنا والله عندي المصاري الفلوس الرسوم، يعني كمان عندي مشكلة مثلا اللي هو الوقت، كمان عندي مثلا مشكلة مثلا متطلبات البيت، كمان عندي مثلا العمل لا يسمح لي بالخروج، عندي بصير يحط لك مثلا أربع أو خمس صعوبات من وجهة نظره. الآن لو سألت السؤال لواحد تاني لواحد يجاوب يمكن يقول لك أنا عندي مثلا اللي هو الصعوبات تكمن في مثلا عدم وضوح الشرح تاع المدرسين، ممكن يقول لك مثلا كمان سبب مثلا اللي هو تعقيد اجراءات الجامعه ويسكت. كم سبب ذكر؟ سببين. اللي قبله كم سبب ذكر؟ خمسه. هو سؤال مفتوح، اللي جاوب اثنين بيجاوب حسب اللي بيقوله، اللي بيجاوب خمسه بيجاوب، اللي بيجاوب سبعه يجاوب. هذا سؤال ايش؟ مفتوح. ما الخصائص؟ سؤال آخر، ما الخصائص التي تحبها في مثلاً اللي هو مدرسك؟ ممكن يقول لك مثلاً بحب مثلاً شخصيته لما بعمل نكتة مثلاً ترفيهية داخل كذا، سلاسة الشرح، وضوح شرحه، مثلاً سهولة امتحاناته مثلاً. ممكن يقول لك لا مثلاً اللي مثلاً بحبه فيه مثلاً إنه كذا كذا. سؤال مفتوح، كل واحد يجاوب، ما فيش أي حدود على الجواب، عشان نكسب منها ايش؟ سؤال مفتوح. لكن لما بكون السؤال المغلق بكون معاك عدة بدائل محصور، يا هذا يا هذا، يا بتجاوب ألف يا با يا جيم، زي السؤال اللي كنا نحطه في الامتحانات اختار من بين الايش؟ الإجابات. أقول لك مثلا تقع مثلا في القدس تقع فيه، أو عاصمة في كذا الدولة الفلانية، أقول لك ألف القدس عاصمة ألف مصر، با السودان، جيم فلسطين، فحيروح اللي هو ما فيش ما قلش قدامه إلا ثلاث خيارات، فحيروح عوين على خيار فلسطين إذا كانوا بعرف في التاريخ وما بغلطش، هيحط أنا والله عاصمة مين؟ فلسطين. هذا سؤال مغلق. ليه؟
لأنه حدد بإجابات معينة لم يفتح له المجال أنه يتكلم. طب لو سألتك ما هو جنسك أو نوعك من حيث كذا، ما أديك خيارين، ألف ذكر باء أنثى، ما فيش لهم ثالث، يبقى سؤال مغلق، أنت مقيد، يا بتروح تحط على ألف يا بتروح تحط على باء. من هنا سموه إيش؟ سؤال مغلق. بدك تعرف برضو إنك أنت إيش اللي بتستخدمه من أنواع الأسئلة، تمام؟ طيب يا ناس، لما أخذنا المقياس الإسمي والمقياس الترتيبي كان يقول رتب لي هذول الخمسة، وأعطاني واحد بيبسي وكولا وقهوة ومش عارف إيش، أعطاني خمسة مسكرين. ولما سألتك في الإسمي قلت لك إيش جنسيتك أو إيش جنسك، فلسطيني أردني كذا، برضو مغلقين، يا فلسطيني يا أردني يا مصري، برضو مغلق. والفئوي قلت لك أعطيني قديش بتوافق على هذه المهارة، كانت بتبدأ من موافق بشدة خمسة تنتهي عند غير موافق بشدة واحد، برضو قدامك خمس خيارات لو استخدمت المقياس الخماسي، ما عندكش خيار سادس، يا بتحط واحد يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة. إذن المقاييس اللي تعلمناهم الأربعة هم بندرجوا تحت الأسئلة إيش؟ المغلقة. المغلقة. وقلنا في الشرح اللي فات أوعى سؤالك يقع في إجابتين، وأوعى سؤالك يكون مش شامل، وشرحت هذا الموضوع أنا باستفاضة. زي ما يجي السؤال في الامتحان واروح اقول لك مثلا، انا اقول لك مثلا من انواع جمع البيانات او من ادوات جمع البيانات، سؤال في الامتحان مثلا زي هيك، تمام؟ اقول لك من انواع الف، اقول لك المقابلة او جميع، ما هي جميع، ما هي، نعدل السؤال بس مش من أدوات، جميع أدوات جمع البيانات هي، جاوبني، ألف المقابلة، باء الملاحظة، جيم مثلا اللي هو مثلا اللي هو نموذج الدراسة أو متغيرات الدراسة. لقيت هذا السؤال هيك غلط. ليش؟ لانه انت بتقول له من جميع، ما دام من جميع مفروض تكتب له جميع الادوات، بتقول له المقابله، الملاحظه، الاستبيان، هذول هم الجميع او جميع ما سبق، او يحلفوا باء مثلا، تمام؟ لا، مفروض من جميع. اذا لو تركت انت فرصه في السؤال ما حطيت جواب، هيجي مثلا بدي اقول له العمر، انت عمرك من 30 ل 40، والله من 40 ل 50، والله من 50 الى 60، اعتبره انه موظف على 60 بتقاعد، مزبوط؟ مزبوط. ايه سؤال؟ طب هذا السؤال فيه غلط. طب ليش؟ ليش السؤال هذا فيه غلط؟ يعني ممكن يكون تحت 30. افرض الموظف عمره 25، افرض ان الموظف عمره 25، وين حط؟ يجي حط في الاولى، بنفعش، انت بتقول له من 30 ل 40، وين حط لك جواب؟ يبقى انت سؤالك فيه غلط، لم يكن شاملا، لم يكن شاملا، تمام يا شباب؟ في نقص، في نقص، لانه لم يكن شاملا. بالمثل لو احنا شاركناك بدل، شايفين الصفحه هذه، اذا السؤال في نقص، العمر قلنا من 40، من 30 ألف، من 30 إلى 40، ولا أنت من 40 إلى 50، ولا من 50 إلى 60، هو عمره 25، وين يحط؟ مش حيلاقي مكان يحط فيه. إذا في عندك في مجموعة ناقصة في السؤال، المفروض تقول إنه عمر الموظف ممكن يتوظف من 18 لغاية 30، هيك بيصير سؤالك كامل وشامل. واللي عمره 25 بيجهان وبحط علام بجهان، لو كنت عامل له بين قوسين هيك، لو انت عملت له خيار يعني هيك، بيجي بعلم انا صح او نجمه او ما شابه، لكن بدون هذا الخيار سؤالك فيه خلل. سؤالك ايش فيه؟ خلل. هذا بكون نقص في السؤال مش شامل. طيب، واذا واحد غلط وعمل الاتي، عمل تكرار في المجموعات، هذا غلطه ثانيه. كيف يعني تكرار في المجموعات؟
يعني قال لك هذا من 30 ل 40، الخيار الثاني من 30 ل 50، والخيار الاخير من 50 ل 60. الان انا عمري بالضبط مثلا 35 سنه، 35 سنه لو شفت الخيار هذا انا عمري 35 سنه حاجة اعلمها صح. طيب وفي نفس الوقت لو شفت الخيار هذا هيو من 30 ل 50 برضو انا 35 بقع فيه. طب وين اعلم لك هان؟ والله علم هان. يبقى هان انت عملت ازدواجية في المجموعات، وهذا ما صحش، وحتلخبط حالك وتلخبط الناس وتحصل على بيانات غير دقيقة. يبقى السؤال لازم ان يتمتع بالشمولية المانعة. ما معنى المانعة؟ التي تمنع ان يكون مجموعتين فيهم تشابك زي شفنا من 30 ل 40 ومن 30 ل 50، وفي نفس الوقت ان يتمتع بالشمولية الجامعة بحيث انه يكون كل الخيارات الممكنة موجودة امام الباحث. وقلنا كسؤال اخر على قصة اللي هو الشمولية، ما هو تخصصك في البكالوريوس؟ ما هو تخصصك؟ كتبت له أنت إدارة، وكتبت له محاسبة، وكتبت له مثلاً إنجليزي وبس. طيب في عندي طالب تخصص لغة عربية، وين يجاوب؟ إدارة بنفعش، محاسب بنفعش، إنجليزي بنفعش. هل سؤالك تمتع بالشمولية الجامعة؟ ما معنى جامعة؟ أنه جمع جميع الأجوبة المتاحة؟ لا، بدك تحط له اللي هو مثلا اللي هو عربي، حط له مثلا كيمياء، او حط اي مخرج لك اخرى بحيث وتقول له حدد لي اياها. فحتى لو كان مش موجود لا كيمياء ولا عربي ولا انجليزي ولا اداره ولا محاسب في الطب، بقول لك انا يا عمي باجي في خانه الاخرى هان وبكتب هنا انا يا عمي طب. بس من غير هيك انت ما عملت اللي هو الشموليه الايش الجامعه. إذن يا شباب هذه اللي كنا من الأساسيات اللي بدنا نعرفها برضو في موضوع الاستبيان. طيب كمان حاجة مهمة جدا جدا جدا، هو السؤال اللي نحطه أحطه بصيغة إيجابية ولا أحطه بصيغة سلبية؟ إيش معنى هذا الكلام؟ نشكلهم. لا نص كويسة نشكلهم حلوة. أول بس تعرف نشكلهم ونعرف بعدها ايش نقول بعد شكلهم. اول حاجه انا بدي اقول لك مثلا يعاملك مديرك باحترام، يعاملك اشعر وادي عملي بدقه وكفاءه. هاي سؤال، او هل تؤدي عملك بدقه؟ هل تؤدي او يؤدي العاملون اعمالهم بدقة وكفاءة؟ جاوبني، بدك تجاوبني انت حر حسب رأيك، انت شايف الناس او المدير تاعك بأدي بدقة وكفاءة تجاوب. بس هذا سؤال إيجابي. شو صحيح. معنى إيجابي؟ لو حط لك خمسة معناته أن العاملون يؤدون أعمالهم بكفاءة. لو حط لك واحد الجواب شايفين واحد معناته أنت غير موافق على الكلام اللي هان. إيش يعني غير موافق؟ يعني أن العاملون لا يؤدون أعمالهم بدقة وكفاءة. فمعنى السؤال الإيجابي الجواب فيه خمسة معناته توافق على محتوى العبارة أن مديرك يا الله ما أحسن. لما تحط له واحد معناته مديرك يا الله ما أسوأه، لا يعمل بكفاءة ودقة. طيب وقتاش بيكون سؤال سلبي؟ طلع كيف السؤال السلبي. ها لما أنا أجي أسألك أقول لك مثلا المدير يعاملني بحقد وكراهية، تمام؟ قلت لما أحط لك أنا جواب واحد هذه معناها أن المدير حاقد ولا محترم؟ محترم. محترم ليش؟ لأنه سؤال سلبي، فالسؤال السلبي رقم واحد فيه بيعني أحسن حاجة. لكن لو أنا حطيت لك رقم خمسة معناته أنا أوافق على محتوى العبارة. تعال نشوف محتوى العبارة بشدة، أنت توافق على محتوى العبارة. إيش محتوى العبارة؟ المدير يعاملني بحقد. يبقى أنا أوافق بشدة أن هاي المدير يعاملني بحقد. بطلعش المدير هنا بالخمسة تعالوا تكدوا لها تطلوا إياهم حاقد.
صح؟ لكن لو أنت واحد جاوب واحد معناته هي المدير يعاملني بحقد وكراهية، بقولك لا يا عمي هذا أقل حاجة لا أوافق، يبقى معناه إيش؟ معنى واحد لا أوافق بشدة، أنا لا أوافق بتاتا أن المدير يعاملني بحقد وكراهية. أنت لا توافق، لا توافق أن المدير حاقد، المدير محترم. يا شباب ركزوا معايا، يبقى السؤال الإيجابي. طيب دكتور ليش لازم نستخدم سؤال سلبي؟ خليني يعني أكمل لو سمحتي، والله حمر لحالي، والله لأقولها لحالي. أوكي ماشي. السؤال الإيجابي إن معنى خمسة معناها موافق بشدة على محتوى الفقرة، ومعنى واحد لا موافق على محتوى الفقرة. بدك تسكر البحر شكلك أنت. مين دوا غسيل؟ صوت شباب. الغسيل. السؤال السلبي. في السؤال السلبي اللي حط خمسة، في السؤال السلبي اللي حط خمسة تقلبها، تقلبها أنت لواحد لما تيجي تعبي في الأس بي أس أس، لما تيجي تفرغ على برنامج الأس بي أس بتخلي اللي حط له خمسة بتقول هذا مش خمسة ده واحد. طيب واللي حط أربعة بتقول هذا اثنين، هذا جوابه اثنين. واللي جاوب ثلاثة تغيرش. طيب واللي جاوب اثنين بتحطه ايش؟ أربعة. واللي جاوب واحد خمسة بتحطه خمسة. يبقى في السؤال السلبي خد بالك كل رقم بده ينقلب الأعلى، إذا حط لك أعلى إشي خمسة اقلب له إياها أنت لما تعبي بواحد، إذا حط لك أربعة اقلب له إياها للي زيه في الواطي اثنين، الثلاثة ده متوسط هو هو، لما حط اثنين عطول اقلب له إياها أربعة، لما يحط لك واحد اقلب له إياها خمسة. طب ليش هنقلبها يا دكتور؟ ما في يعني السؤال الإيجابي لا داعي إنك تقلب، السؤال إيجابي، الخمسة يعني خمسة، الأربعة يعني أربعة، الثلاثة يعني ثلاثة، اثنين يعني اثنين، الواحد يعني واحد. سؤال السلب هو اللي لازم أقلب أرقامه. عرفنا تكنيكه بنبدأ نجاوب. طيب ليش أنا أحط أسئلة سلبية يا عهد؟ الصبر، الصبر بجيب الفرج. ليش عهد؟ انا اكسب روتين عند اللي جاب السلبي اللي يعني شباب يا شباب هذا حيجاوب عليه، حيكون تدني في الاجابه عليه. لا جاوب السؤال السلبي لا مطلقا يا شباب. يعني يا شباب على الاسئله بهذا بشكل عشوائي. طيب اسمعوني الان، السؤال السلبي اللي جاوب اسمعوني الان، ما حد يتداخل، لو واحد فيكم جاوب جواب محترم جدا، انت لو بدك تضلك تقول يعاملني المدير باحترام، المدير يشاركني في اتخاذ القرار، المدير يعاملني بلطف، المدير يساعدني في اداء عملي، المدير يسمح لي بمثلا اللي هو علاقات حميمه مثلا اللي هو في بيتي وانه بشوف مشاكلي، المدير كله اجابه، بصير تحيز. لا يا عم اجابه بدون تفكير مشكله. أيوة. يا شباب اسمعوني، انا بتساءل بس بطريقه تشرح لكن مش عايز اجابه منكم الان. الآن بصير ميول إنه الأسئلة كلها بالإيجابي، بصير الواحد يحط يعلم علام معين، خمسة أربعة خمسة أربعة أربعة خمسة في العلالي أو في الوطاول، لما تحط له سؤال معكوس هيك زي الواحد بتخضه بتشوفهم صح صح ولا قاعد بعبع الغميض، أنت فاهم ليش؟ طيب فانت بتعمل له تشيب بدل ما يصير عنده ميول في الاسئله انه خلاص كل الاسئله بدل اتجاه منيح كويس لا، انت بتعمل له سؤال وبتروح انت ايش عامل له يا سلبي عشان يصحصح معك وعبي لك كويس. هل الاسئله السلبيه نكثر منها؟ لا، بنعمل بعض الاسئله بين مجموعه من اسئله، مثلا كل كم سؤال يفضل نعمل سؤال سلبي، كل كم سؤال ايجابي بفضل نعملنا كم من سؤال سلبي لي زيادة تركيز المعبي ونكسر ناحية الميول لتعباية.
لكن السؤال اللي خلي بالي انا اكتب بالسؤال هيك سلبي. ليش؟ عشان لما تروح للمحلل، المحلل مش دارس مناهج بحث علمي زيكم، المحلل حيعبي عادي اللي حط 5-5. لا، بتقول له سلبي، هذا السؤال سلبي وهذا سلبي هذا سلبي. بمعنى يا محلل يا إحصائي، أي واحد بحط لك على السؤال هذا وهذا، هذا السلبيات 5 اقلب لي يا لواحد، وأي واحد بحط لك جواب 1 اقلب لي يا لك 5، وأي واحد بحط لك 4 اقلبه لـ2، وأي واحد بحط لك الـ2 اقلبه لـ4. يبقى فكرة السؤال السلبي كويسة. هنا عندنا الفكرة السائدة عند الزملاء والجامعات انه لا، كان بقول لك خلي النمط في اتجاه واحد، خليه كله ايجابي. انت فاهم عليك؟ مشروب الكوكاكولا منعش، هي سؤال. مشروب الكوكاكولا يقوي، مشروب الكوكاكولا يغذي، مشروب الكوكاكولا سعره كويس، كلها اسئلة باتجاه واحد. بدهم ما حد بده يقول مثلا ان مشروب الكوكاكولا يعمل على مثلا مواد مسرطنة، بده السؤال باتجاه ايجابي. العلم بيقول ايش هذا التوجه؟ العلم بيقول لا، تحط موضوع، تحط اسئله ايجابيه صحيح، ولكن يستحسن ان تضع بين الفينه والاخرى اسئله بالاتجاه السلبي، ولكن يجب ان تضع في اعتبارك ان لما تروح للمحلل بتقول له السؤال رقم 7 والسؤال رقم 15 والسؤال رقم 30 هذول سلبيات، ارجو انك تعكس الاجابه. تمام؟ تمام يا شباب؟ تمام. كمان خلي بالك ما تجينيش في سؤال وانت بتحط تكون سؤال نفي النفي، يعني تحط كله نفي وكمان نفي. تمام؟ ايش يعني؟ دائما نفي النفي اثبات، صح ولا لا شباب؟ صحيح. فتستخدمش اسلوب اللي فيه نفيين، خلص ما هو معناه اثبات. تمام؟ لا يعاملني مثلا مديري بحقد. مديري بحقد، هيك نفي النفي. شو معنى النفي هذا؟ معناته يعاملني المدير بصدر رحب او بكواسة، صح ولا لا؟ بصورة جيدة حسنة. طب ليش تعمل لي لا يعاملني؟ ليش لا وليش السوء؟ هي لا اللي شفتوها هاي، انتوا معي؟ اللي شفناها هاي الا بدي اعملها بالاحمر، وكلمه السوء. تمام، هذول مع بعض نفي النفي او نفي العاقل بده يلتغي بصير ايجاب، بصير بننفي اللي هو لا وبننفي السوء، بصير اللي هو يعامل المدير بشكل جيد. فتستخدمش في الاسئله نفي ما نفي، إرباك للمستجيب. وإحنا قلنا بذكركم كل هدفنا إنه كيف نسهل العملية على المستجيب بحيث يجاوب بصدق ودقة، لأنه أنا بدي أحل المشكلة الحقيقية اللي عندي. أنا ما عملتش بحثي وما استخدمتش الاستبيان أو المقابلة أو الملاحظة إلا من أجل أن أخرج بحلول وتوصيات لحل مشكلة موجودة في المؤسسة أو في البيت أو. وبالتالي إذا أنت تعمل استبيان مضلل أو يساعد على اللي هو تضليل الإجابات، فلن تحصل على إجابات واقعية تحل لك مشكلتك. وربما الأسوأ من هيك أن المستجيب نفسه لا يجيب استبانتك إن لم تكن يعني كتير مشوقة ومعمولة بشكل كتير جدع أو شاطر اللي عملها ومش مملة. طيب كمان في حاجة عندنا، بدنا نبعد عن أسئلة التركيب. يعني أنا سؤالتك سؤال، أنت شايفين الباوربون صح؟ صحيح. لو سألتك سؤال أحب الشاي والقهوة، أحب شرب الشاي والقهوة، يلا قل لي موافق بشدة ولا أقل شوي ولا نص على نص ولا أقل موافقة ولا مش موافق على الكلام هذا؟ واحد له نسبة معينة. هلقيت افرض واحد مثلا، أنا مثلا بحبش الشاي بس بموت في القهوة، طب وين أجاوبك؟ أنا القهوة بعطيها 5/5، شايف؟ بحبها كتير، هاي بدي أعلم عليها الشاي والقهوة، هاي بدي أعلم على القهوة إن أنا لكن أنا الشاي وين أجاوب لك عليه؟ مش عمل
هذا السؤال مركب. ما معنى سؤال مركب؟ أي أنه سأل عن شيئين، سؤالين في واحد. لازم تسأل عن شيء واحد في كل سؤال. ممكن تقول أحب شرب الشاي، تحط له إجابات، أو إلى أي مدى تحب الشاي، ثم أسأل أحب تناول القهوة صباحا مساء، هل بدك إياه تعطيها إيش خيارات؟ تمام؟ وتعطي الخيارات. إذن إياك إنك تسأل سؤال مركب بيسأل عن غرضين، وهذه ما أكثرها في الاستبيانات. يعني كان تلاقي مثلا واحد كتب لك مثلا مثلا بيقول لك تتميز المؤسسة البنك مثلا اللي هو بسرعة خدماتها ودقتها وجودتها. شوف بيسأل عن السرعة، وبيسأل برضو كمان عن الدقة، الدقة والجودة، وبيسأل كمان الجودة. طيب أنا مثلا افرض الجودة عنده كويسة والسرعة بطيئة، كيف يجاوبك؟ انت معطيه مقياس ما هو معروف، فتري فتري، او بجاوب لك على 4، او بيديك 3، او بجاوب لك على 2، او بحط دائره على 1. طب وين يجاوب؟ كيف يعمل هذه؟ هذا مش سؤال مفتوح. اللي يقول لك لو سؤال مفتوح كان بيقول لك اما السرعه فهي بطيئه جدا وتعاني البنك من بطء الخدمات، اما بالنسبه للدقه فتتميز بالدقه العاليه رغم البطء، اما الجوده فانها نص على نص. هذا سؤال مفتوح بتعبر فيه كيف بدك، لكن هذه السؤال مغلق على المقياس الفتري. وين يجاوب؟ كيف يجاوب؟ مش حيعرف. إذن بس بتسأل عن حاجة، تتميز المؤسسة بالسرعة في الخدمات، بتشيل الدقة والجودة وبتحطهم في سؤال تاني. تمام؟ ماشي يا شباب؟ نعم. الله يبارك فيكم. طيب إياك ثم إياك تعمل أسئلة غامضة. يعني كيف غامضة؟ يقول لك مثلا يا واحد منكم مثلا أحمد، أقول له يا أحمد كمستجيب إلى أي مدى أنت سعيد، وأسكت. أحمد مش عارف هل بقصد سعيد في المحاضرة، هل بقصد سعيد يعني هو فرحان بكل المحاضرات الأربعة اللي بتخدوهم أو بماجستير، هل بقصد سعيد في داره متهني في داره مع أهله مع أولاده مع كذا، والله سعيد مثلا اللي هو في مثلا مع يعني وين سعيد؟ بدك تحدد له أنت هيك سعيد مفتوحة، فربما يفهم منك أنه سعيد في العمل، ربما أنت البحث تاعك مش عن العمل، في حاجة اسمها مثلا اللي هو التوازن بين اللي هو الحياة الوظيفية والحياة الأسرية، ممكن حاجة تتكلم مثلا عن رفاهية المجتمع، فما بقصدش عن العمل، بقصد مثلا اللي هو البيت، ممكن البحث الاجتماعي هذا. إذا لازم توضح له وين بالضبط القصد، وإلا ستأخذ إجابات حسب فهم المستجيب. سين من الناس ممكن يفهم في داره، إكس من الناس ممكن يفهم سؤال سعيد في عمله، جيم من الناس ممكن علاقاته مع أصدقائه أو مع زملائه في العمل إلى آخره. إذا لا تضع الأسئلة فيها غموض. كمان حاجة أن تفهموها، أتحطش في الاستبيان أسئلة بدها الواحد يعصر مخه عشان يتذكر الجواب. أنت حترهقه مش حيجاوبك، وكذا تقول له مثلا اللي هو ما مثلا لون القميص الذي لبسته عندما كان لك أول يوم في الوظيفة، أي هو عارف إيش اللي انطبخ مبارح عشان يعرف اللي هو إيش كان أول يوم لبس فيه مثلا، أو ما هي الأشياء التي اشتغلتها في أول يوم لك في هذه أسئلة تعتمد على التذكر أو كذا. كم كان راتبك في أول شهر قبضته؟ يعني نادرا قليل من الناس اللي ممكن كذا، لكن أنت هذا السؤال بيعتمد على التذكر، والتذكر الكثير يعني ما بلزمنا. إذا أنت تقدر تروح لسجلات الشركة، إذا ممكن ممكن إذا ممكن، وتقول له يا عم أعطيني راتب فلان أول يوم اشتغلوا عندك قديش كان وعلى أي درجة، صح ولا لا؟ انت لحالك روح جيب الجواب من المؤسسه بشطارتك باسئلتك مع المديرات، لكن تقولش انت تخليه يعصر مخه وذاكرته، بالتالي حيشلفق لك في الاجوبه ويعطيك اجوبه غير دقيقه متحيزه اي كلام. تمام؟
كمان ابعد من فنيات الاستبيان، ابعد عن انك تسال اسئله متحيزه وموجهه. يعني واحد يقول لك مثلا سؤال، يقول لك مثلا الا ترى معي ان مثلا مواعيد المحاضرات غير مناسب في رمضان، وكانه بقول لك الجامعه بالمره يعني مش كويسه، مواعيد عملنا مواعيد يعني كان اطفال ومش مراعيه اللي بتطبخ في الطبيخ صح ولا لا. واحد يقول لك مثلا بشكل اخر مثلا سؤال ثاني، يقول لك مش مفروض الموظفين اللي في السلطه اللي باخذوا مثلا 40% من حكومه حماس او ما ابو مازن في المصطبه اللي كان مثلا اللي هو يعني يده 50% حكومه شتيه وحكومه الحمد الله، مش مفروض يعملوا اضراب واعتصام؟ وكانك بتقول له نعم بدنا نضرب. انت فاهم علي كيف؟ كانك بتوجهه بطريقه او باخرى لاجابه السؤال. واذا تدخل الباحث في اجابه السؤال معناته متحيز، تاخذ اجابتهم هم مش اجابتك انت. انت فاهم علي كيف؟ فلذلك ابعد عن الاسئله اللي من هذا النوع. طيب اتجنب الاسئله الطويله حتى في الامتحان، لما تحط سؤال طويل كذا 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 الولد مش عارف وين السؤال بيكون، يعني مش عارف وين السؤال. لكن لما تقول له اذكر مزايا الاستبيان، اذكر عيوب المقابله،